الوضع سيء من مرة. اليوم بيختلف كتير كتير كتير، أقول لك كتير بالزيادة كمان. وحتى أوقات من لقي هش، وإحنا الحمد لله راضين في الوقت اللي إحنا عايشين فيه. رضا الله. أول يوم في رمضان إحنا يا الغزاز وبالضبط بنفطر بالأخوية. أول يوم اللي بدي يعمل مقالي بيعمل، بدي يعمل بالأخوية بيعمل. إحنا زي هيك عادتنا إحنا يا الغزة، يعني كنا بأكملنا، يعني كنا يا جرات كنت بالأخوية وأنا بالأخوية بنروح نشتري دجاج مقطع حسب صغير وبنطبخ بالأخوية وبنعمل سلطة وبنعمل بطاطا، بتكون خير الله كتير. واليوم والله الوضع سيء من مرة. اليوم بيختلف كتير كتير كتير، أقول لك كتير بالزيادة كمان، يعني المرة كتير. يعني اطلع، يعني هذه نشرب فيها مي عشان ما نلاقيش كوباية زي الخلف. طلع كيف عشتنا، هذا مش عيشة، هذا عشتنا. هذا حليون نجيبه من العشب عشان نعمل على بيض، وروحنا على السوق نشتري بيض ما قدرنا. لقوا البيض يا حبيبي الوحدة بعشرة شيكل. من وين العشرة شيكل؟ لا مخبرين يا ولد نفسهم فيه زي ما بنعمل في غزة. يجي الولاد قال لي ستي، قلت له ستي ما قدرتش اشتريكم، ما قدرتش اشتريكم، ايش اعمل؟ السير شغال، اشترينا بنفس سمنة بخمسة شكل، اشترينا بهارات عشان نعمل للأولاد ندفع، نعمل للأولاد ندفع اللحمة من المعلبات اللي بيطلعوا لنا، نعمل بأكل أكل هيك زي ما انت شايف وشفت كيف بعينيك، شفت والوضع اللي انت فيه مش وضعنا، هذا من مرة، هذا مش وضعنا. رمضان السابق كنا عايشين في حياة حلوة، أما لقيت حياة سيئة، وكنا نزيف في الشوارع ونزيف، لقيت بنزيف بدماء الشهداء والمصابين. وإحنا كنا في رمضان ناكل أكلات جيدة، غذاء، أما لقيت ولا في غذاء ولا حاجة. صحرنا شاي بدون سكر، وجارنا جاب لنا علبتين جبنة والحمد لله تصحرنا. بس مش زي السحور السابق، كنا نتصحر بيض بطاطا، نتصحر الأكلات الزاكية، أما لقيت صرنا نتصحر جبنة مع شاي مر. وحتى أوقات من لقي هش، وإحنا الحمد لله راضين في الوقت اللي إحنا عايشين فيه. رضا الله. أنا نفسي تصير هدنة ونروح على غزة نعيش الحياة اللي كان رمضان زمان.